تحت رعاية ملكية سامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى، أطلقت إدارة شؤون القرآن الكريم بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف النسخة الثالثة من مسابقة البحرين العالمية لتلاوة القرآن الكريم عبر الإنترنت القارئ العالمي تحت شعار نافس العالم. وقال وكيل الوزارة للشؤون الإسلامية الدكتور فريد بن يعقوب المفتاح إن المسابقة تعد من إنجازات العهد الإصلاحي لجلالة عاهل البلاد المفدى، والذي كان له الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في دعم مسيرة القرآن الكريم من خلال توجيهاته السامية السديدة بتطوير هذه المسيرة المباركة. وأشار المفتاح إلى أن المسابقة تهدف إلى خدمة القرآن الكريم وتشجيع جميع الفئات العمرية على الإقبال على تلاوة القرآن وترتيله وإبراز جهود مملكة البحرين في العناية بالقرآن الكريم على المستوى العالمي وتعزيز جهود المملكة ومبادراتها المتميزة في مجال الحكومة الإلكترونية. وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الدكتور فريد المفتاح وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف للشؤون الإسلامية. دكتور، يعني هل تعطينا ملامح أكثر عن هذه المسابقة العالمية في نسختها الثالثة تحت شعار نافس العالم؟ نعم، السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، نمسي عليكم. أولا، هذه المسابقة حقيقة هي من المسابقات التي سبقت فيها مملكة البحرين غيرها من المسابقات في الدول، وهي مسابقة عالمية، وتميزها في أنها تجرى عبر الإنترنت، فكل شخص في العالم يستطيع أن يشارك في هذه المسابقة إذا كان عنده خدمة الإنترنت. نعم. حقيقة يعني جلالة الملك المفدى حفظه الله تعالى ورعاه يدعم مسيرة القرآن الكريم بشكل عام، ليس فقط في هذه المسابقة المتميزة، وإنما جميع مشاريع القرآن الكريم يدعمها جلالته حفظه الله تعالى ورعاه، حتى وصلنا إلى هذا الطرح الجديد والحديث في نوع المسابقات المقدمة كهذه المسابقة النوعية في شكلها وفي طرحها. فكل الشكر والتقدير لجلالة الملك على دعمه لمسيرة القرآن في جميع مشاريعه. طيب هذه المسابقة يعني هي تقع في يعني ثلاثة فروع، اللي هي فرع القارئ المجود، والذي يعني يشارك فيها، والذي تميزها أن تكون يعني عارف للمقامات القرآنية، أن يكون مجودا عارف بأحكام التجويد، وأن يكون أيضا مطلعا على المقامات. فهذا هو الفرع الأول. الفرع الثاني القراءة المرتلة، وهي القراءة التي تقرأ في الصلوات، القراءة السريعة مع المحافظة على أحكام التجويد وضبطها. أيضا هناك استحدث هذه السنة في يعني ضمن النسخة الثالثة في هذه المسابقة، مسابقة القارئ العالمي، استحدث القارئ الصغير. نعم. وهو باستطاعة الإنسان الصغير أن يشارك فيها من الذين يقل أعمارهم 17 سنة. فهذه فروع المسابقة حقيقة. وأيضا تم يعني الانتهاء من الإعداد لإدخال العنصر النسائي في هذه المسابقة. جميل جدا. والذي ستكون إن شاء الله في النسخة الرابعة القادمة بإذن الله للسنة القادمة. طيب. سيكون أيضا، وهذا تطوير ويعني جديد للمسابقة، في أن يعني النساء والعنصر النسائي بإمكانهم المشاركة فيها، وأيضا تم تطويرها بحيث إدخال أيضا فرع الحافظ للقرآن الكريم. نعم. بعد التنسيق ووضع الضوابط والشروط والتنسيق مع الحكومة الإلكترونية في هذا المجال. طيب نعم. دكتور، يعني كم عدد المتسابقين الذين شاركوا في المرحلة الأولى، وكم عدد المتسابقين البحرينيين الذين شاركوا في هذه المرحلة بالتحديد؟ حقيقة عدد المشاركين كان في النسخة الأولى يفوق 5000 مشارك، وفي النسخة الثانية فاق العدد 7000 مشارك، وفي هذه النسخة الثالثة الآن وصل العدد إلى الآن ما يقارب 3000 مشارك. ولعل يعني ربما يعني نحن نترقب، مع أيضا وجود مهلة أكثر من شهر للمشاركة في هذه، إلى نهاية شهر نوفمبر، أن يفوق 7000 مشارك في النسخة الثالثة، خاصة بعدما عرفت المسابقة عالميا وصار فيها تفاعل من جميع المشاركين في العالم، من الدول العربية والإسلامية بل وحتى الدول غير الإسلامية، الذين يشاركون ويتفاعلون في هذه المسابقة لأنها من السهولة المشاركة فيها،
عبر الإنترنت. نعم، نعم. كل التوفيق. والمشاركة كبيرة وواسعة نعم. جدا، وتم الترتيب لذلك من خلال أيضا يعني تهيئة محكمين متخصصين ليعني تحكيم هذه القراءات بالتنسيق مع الأزهر الشريف ومع أيضا الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية وأيضا المملكة المغربية وغيرها. تم أيضا وجود يعني وتهيئة محكمين لجهة تحكيم لأيضا نخل هذه يعني المشاركات من أجل أن نصل إن شاء الله في شهر 4 من 2018 ليعني التصفيات النهائية لهذه المسابقة المتميزة، والتي يعني تحب في مثل هذه السنوات للعهد الإصلاحي الزاهر لجلالة الملك الذي يدعم كل خير ويدعم بالدرجة الأولى أعمال القرآن ومشاريع القرآن وطباعة القرآن الكريم. أصبح للبحرين الآن قرآن كريم مطبوع بنسخة خاصة لمملكة البحرين، وهذا بالأمر السامي الذي صدر. أيضا عندنا الآن يعني توجت مراكز التحفيظ ومسيرة القرآن في مملكة البحرين التي صار لها أكثر من 40 سنة، توجت هذه السنة بصدور الأمر السامي بإنشاء معهد القراءات ومعلم القرآن الكريم أيضا لتطوير هذه المسيرة أكثر والتدقيق فيها من أجل تطويرها وتحديثها والانطلاق بها إلى يعني أعمال متميزة في المستقبل إن شاء الله. نعم، وضحت الصورة دكتور فريد المفتاح. كل التوفيق بإذن الله لجميع المشاركين. الوكيل وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف للشؤون الإسلامية، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الهاتف.